الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. كقولهم مثلا في باب المياه في إثبات القسم الطاهر، وإثبات قسم من أقسام المياه يقال له الطاهر لا دليل عليه في الشرع، فإنك لو قلبت طرفك في الأدلة لما وجدت الأدلة تقسم المياه إلا إلى قسمين فقط، طهور ونجس. فإثبات قسم طاهر وبناء أحكام شرعية على هذا القسم الذي لا دليل عليه ليس من الدين، لأن ما بني على ما ليس بشرع فليس بشرع.